ولما حطتنا لليوم رح نحكي فيها عن المنزل وديكوره. طبعا كثير من البيوت ما بتقدر تتعرض أشعة الشمس بشكل كبير بسبب تصميمها اصلا، وبكثير اوقات بهي الاجواء ما بيخزن المنزل حراره دافئه، وبالتالي بنضطر لاستخدام وسائل تدفئه اكثر. اما لو كان في استخدام صحيح لاشعه الشمس ممكن هذا الشيء يغنينا بكثير احوال عن استخدام التدفئه بشكل كبير. ولكن كيف ممكن نستفيد من اشعه الشمس بقلب البيت؟ كيف ممكن نتحايل نعمل طريقه لحتى نستفيد من هي الاشعه اللي بتدخل لبيوتنا؟ كل هي التفاصيل رح تطلعنا عليها مهندسه الديكور نور عيسى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. بدايه خلينا نحكي، في كثير بيوت ما بيدخلها نور الشمس لكل الغرف اصلا، فكيف ممكن يستفيدوا من المنطقه اللي بيدخل عليها نور الشمس؟ هلا اهم شغله نحن الغرف اللي ما بتكون تتعرض لاشعه الشمس هي يعني نعرف شو نوزع فيها، يعني هي تكون لشو استخدامها. يعني اذا نحن عندنا الامكانيه هي تكون غرف تخزين اكثر ما تكون مثلا غرف منامه او مطبخ، لانه او غرفه قاعده، لانه نحن هدول بنكون مضطرين على تكون انه فيهم اشعه شمس. الغرف اللي بتكون داخلها اشعه شمس انا دائما بفضل قد ما فينا نكبر الواجهات تبعيتها او لنقول الشبابيك مشان نقدر ندخل اكبر قدر ممكن من اشعه الشمس على قلب الغرفه، منه كاضاءه ومنه كتدفئه، يعني بنستخدم منها بكل الحالات. ضروري نحن احيانا نحن الابنيه بتلزمنا بقياس محدد للشبابيك، اذا ما كان في يعني هي الشروط فانا بفضل دائما نكبر الشبابيك قد ما فينا قد ما فينا. طيب اذا نحن مساحه البيت ضيقه، طبعا بتعرفي في بعض التصاميم يعني مو كلياتها مثل بعضها، واساسا السكن ما صار كل هالقد اختياري بهذا الوقت، اللي مستاجر بيت مضطر يلتزم بظروف البيت اللي هو مستاجره، فشو الافكار اللي ممكن تعطينا اياها لحتى نستفيد من المكان اللي بيدخل فيه ضوء الشمس حتى يقدر يستثمر هذا المكان؟ هلا اول شغله مثل ما انا حكيت اذا فينا نكبر الواجهات نكبرها، اذا كانت هي موجوده وضع راهن. اهم شيء البرادي اللي نحن بنحطها على الشبابيك ما تكون نحن بنسميها بلاك اوت، يعني هي بتعزل 100% الضوء اللي بيفوت. انا بفضل ممكن تكون هي فوال بس شفاف، حتى اولا ناخذ مساحه اكبر للغرفه اذا كانت الغرف صغيره، وبنفس الوقت تدخل اشعه الشمس بكميه اكبر، وبنفس الوقت ما بنكون نحن مكشوفين على الجيران، يعني بيكون نحن عاملين هذا العزل تبعنا. الشغله الثانيه اللي ممكن نحن نعملها اللي هي نستخدم مرايا بالغرفه، يعني نحن دائما المرايا الانعكاسات تبعيتها بتعطي مساحه اكبر، وبنفس الوقت اذا فاتت اشعه الشمس هالانعكاسات بتعطي كميه ضوء اكبر وبتقدر تنشرها بمساحه اكبر بقلب البيت، فبنصح انا بهدول الحلين دائما. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه، كثير ناس بتحاول تغير بديكور المنزل فبدل ما تستفيد من المقومات اللي موجوده فيه بشكل طبيعي تعمل العكس، شو هي الاخطاء الشائعه بما يخص الاناره بالبيت؟ من اكثر الاغلاط الشائعه انه هن بيتعاملوا مع هي الغرفه كانه هي وضع طبيعي بدون ما يراعوا الظروف اللي هي مارة فيها، يعني نحن لازم نراعي انه هي الغرفه ما بتفت لاشعه شمس كبيره، فلازم نعرف شو نستخدم فيها، طريقه توزيع الاناره كيف، يعني ما نتعامل معها كانه هي غرفه عاديه. مثل ما حكيت لازم نحط مرايا حتى ننشر ضوء اكثر، ممكن نستخدم اناره صناعيه حتى نعوض الضوء اللي ما عم بفوت على الغرفه، ممكن تطلع عنا مشاكل الرطوبه نحن لانه ما عم تفوت عليها اشعه الشمس، كمان نقدر نراعي هذا الموضوع. ففي تفاصيل نحن لازم ننتبه لها دائما بالنسبه للغرف وما نتجاهل هي الغرفه، بالعكس لازم نعاملها معامله خاصه لحتى نقدر نستفاد منها باكبر قدر بدون ما تسبب لنا اي مشاكل. طب اذا حكينا عن المواد اللي بتستخدم بالديكور الداخلي بالمنزل، في كثير ناس بتحب تحط حجار، في ناس بتحب تحط خشب، هل هذا الشيء بياثر على الاضاءه ولا لا؟ كل نوع معين من هي المواد له طريقه للاضاءه بشكل جيد؟ نحن فينا نستخدم حجر فينا نستخدم خشب، بس انا ما بفضل الصراحه لانه نحن كل ما حطينا الوان غامقه بقلب الحيطان كل ما صغرت المساحه اكثر، كل ما غبت الضوء، يعني نحن بنلاحظ نحن اذا كانت الغرفه مثلا داهنين الوان غامقه بنلاحظ بدنا ضوء اكبر لحتى تبين اضواء، بينما لما نستخدم غرفه فاتحه الوان فاتحه بتلاقي الضوء حتى لو حطيناه بسيط كثير طلع ضاويه الغرفه. الخشب ممكن نستخدمه، مو ضروري نحن الخشب دائما ندهنه لون بني على لونه، فينا ندهنه بالوان رماديات ابيض، يعني الخشب نحن بنتحكم بالوانه. الحجر كمان نفس الشيء فينا نستخدم الوان فاتحه منه، بس انا ما بفضل الحجر داخلي بقلب المنازل لانه يعني الخامه ما بتاثر، اللون اللي بنعطيه لهي الخامه هو اللي بياثر 100%. وبنفس الوقت كمان انا ما بنصح بالخشب بتكون كمياته كبيره، لانه احنا بنعرف كلياتنا انه الخشب لما بيكون يعني المناطق اللي ما بتتعرض لها شمس حتطلع فيها رطوبه، لما بنغطيها بالخشب بعد فتره حيطلع هي الرطوبه على الخشب، حينفخ ممكن تطلع عنا حشرات كل هدول القصص، ف
فممكن نحطه بطريقه جماليه بس بنفس الوقت تكون الوانه فاتحه ما نروح للالوان الغامقه مشان نقدر نستفاد اكبر قدر ممكن من الضوء. طيب خلينا نحكي كمان بتفاصيل اكثر وندخل اليوم. الضوء او الاناره اللي موجوده بقلب البيت بتنقسم لنوعين، اناره طبيعيه اللي هي اذا الشمس، واناره صناعيه اللي هي الضوء اللي بينحط بقلب البيت. خلينا نحكي عن هي الانواع، كيف ممكن نستثمرها، شو الاناره اللي بتشوفيها مفضله اكثر. هلا مثلا في كثير اشخاص عم يلجأوا لنوعيه مختلفه عن الاناره بغض النظر عن لونها، بتعرفي صار في لمبات موفره للطاقه، لمبات بتخزن طاقه، فبيتم حطها بقلب البيت ممكن بشكل عشوائي بس لحتى انه يتامن في ضوء مثل ما بيقولوا. شو رايك بكل هاي التفاصيل وشو بتنصحي؟ مثل ما انت حكيتي نحن عندنا نوعين من الاضاءه، الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الصناعيه. الاضاءه الطبيعيه هي ضوء الشمس، الاضاءه الصناعيه هي بتنقسم لكذا نوع. في عندنا اضاءه ال اي دي هي الاناره المخفيه اللي بتكون غالبا بالاسقف الموجوده، في عندنا اناره السبوتات، في عندنا الاناره الجانبيه ممكن تكون لمبادرين محطوطين بجانب الصوفة، ممكن ابليكات على الحيطان، يعني في عندنا كذا نوع نحن بنقدر نستخدمه بالاناره. حتى ممكن نكون عاملين نحن مددين ببيتنا اناره بالارضيه، في كثير انواع للاناره. هلا نحن لما بنستفاد من الاناره اهم شغله نكون عاملين تنويع على الاقل بين نوعين، يعني نعمل مثلا اناره مخفيه بالسقف مع سبوتات، هيك بنكون حققنا النوعين بالاناره. يعني انا اهم شغله عندي ما تكون اناره الغرفه كلياتها مثلا رايحه اللون تبعها على اصفر او كل الاناره على ابيض، لانه هذا بسبب ملل. فانا دائما بنصح اناره السقف المخفيه تكون رايحه على البياض، او خلينا نقول نحن في عندنا لون هو بيجي ميكس بين الاصفر وبين الابيض، بيكون لون طبيعي نحن بنسميه، والسبوتات تكون اللون الشمسي لحتى تعطي اللون الدافي والكوزي للغرفه. ممكن يكون عندنا ابليكين بالغرفه، ممكن يكون عندنا لمبادرات، هذا شيء ثاني نحن بنقدر نستخدمه بالاناره. واهم شغله نحن مثل ما حكينا قبل انه نحاول نستفيد من الضوء بالغرفه وندرس منيح بشكل نحققها بطريقه منيحه. اهم شيء كمان مثلا اذا عندنا الشاشه ما يكون الاناره ضاربه عليها، تعطي تصير ما عاد مريحه لل يعني الواحد يتفرج عليها بتصير مؤذيه للعين. نراعي كمان توزيع الفرش نحن اكيد دوزة. كثير هلا عم نشوف اشخاص عم يلجأوا لاسلوب التريا بغض النظر عن شكله او تصميمه، بس كثير عم يلجأوا لهذا الاسلوب مع اناره خافته بالبيت، يعني يكون في مركز بسيط للضوء بغرفه القعده او هي. هل هذا الشيء بتشوفيه صح ولا غلط بياثر؟ هذا الشيء هو ما يعني نحن هلا مثلا ممكن الصالون نحن حتى نبهر فيه يكون مثلا منطقه التريا هي البارزه نحن عم نشوفها والباقي كلها خافت، يعني اعطينا اهميه. مثلا ممكن تكون هي التريا بطاوله السفره فوق طاوله السفره. هلا بغرفه القعده انا ما بنصح فيها لانه بتكون هي يعني نحن بدل ما نركز نكون مرتاحين بالغرفة عم نركز على الشاشة على القعدة المريحة، بنكون عم نركز كل الوقت على التريا وما أنه مريح نحن كل الوقت نتطلع على الضوء. فلهيك أنا دائما بنصح غرفة الجلوس تكون إنارتها مريحة متوزعة بطريقة بسيطة تكون محققة ضوء الغرفة، بنفس الوقت ما نحن كل الوقت نكون مركزين عليها. المناطق اللي نعطيها الأهمية هي وقتها بنحط فوقها مثلا مثل طاولة السفرة مثل ما حكيت. وكمان في عنا نحن شغله، بس اذا كنا عم نحكي على توفير الطاقه والليدات اللي هدول عم نمددهم بالبيت، فينا صرنا نحن حاليا نمددهم من ضمن تمديدات البيت قبل نحن عم نكسي البيت، فما بيكون عنا تمديدات نحن ملزقينها على الحيطان، وشي بتكون هي عباره عن كبسه زر وبتشغلنا الاناره نفسها. يعني تفاصيل كثير، اذا بدنا نحكي عن تفاصيل الديكور المنزلي والاضاءه هو شيء كثير في اسئله بتنسال عن هذا الموضوع. كمان في هلا صرنا نشوف يعني بعض من انواع الزينه تستخدم، صاروا يجيبوا الليدات يوصلوها كبعض من انواع الزينه وبنفس الوقت انه بتضيء، ولكن هل فينا نعتمد على الليدات هيك كديكور بقلب البيت ولا في صار هي الوسائل؟ اذا بتقدري تحكي لنا عنها باستفاضه اكثر. هي تماما مثل ما هلا حكيت، يعني نحن الليدات اللي عم تنلزق على الحيطان حاليا هلا هي كديكور وجماليه نحن ما عم نستخدمها للصراحه. ممكن نحن نستخدمها لما نكون عم نستخدم مثل بروفيلات، هي مثل حرف يو ومقطع عم نغطسه بقلب الحيطان ومنمدد بقلب الليد، بيكون فوقه في قطعه بليكسي بتنحط مشان ما يكون ضوء الليد كثير قوي على العين. يعني نحن بنلاحظ ضوء الليد اذا بنطلع فيه بيكون كثير ما انه مريح، فنحن بنحط له مثل غطاء بليكسي او خلينا نقول اذا بنسهل الاسم مثل طبقه شفافه بتعطي ضوء بنفس الوقت ما بتكون مزعجه للعين. هلا نحن الحل اللي عم نستخدمه اللي هو من اساس البيت لما عم ينكسر
نحن عم نعمل تمديدات داخليه، يعني نحن انفرتر بنمدد بقلب الحيطان وعلى اساسها بنشتغل. نعم، يعني تفاصيل كثير مهمه حكينا عنها، ولسه معنا وقت رح نرجع نحكي بتفاصيل اكثر. وبدي اسالك اليوم الالوان، صرنا نشوف في اشخاص بيحبوا يستخدموا الوان بالغرفه، يعني مثلا حاطين لون معين للجدران بيعملوا عليه تسليط ضوء بالاضاءه، قد ايه انت مع هي الفكره وقد ايه لا انه نستخدمها لا بمساحات صغيره ممكن تكون بحيط واحد مثلا بالغرفه، قد ايه ممكن هذا الشيء كمان يعطي اذى للعين او شيء، قد ايه بتشوفي فيه جماليه ولا؟ على حسب نوع الغرفة، يعني احنا عندنا الغرف الصغيرة دائما بنبعد عن الالوان فيها، بنحاول نعطيها كلها لون واحد، ممكن اذا بدنا ندخل اللون ندخله بشغلة بسيطة مثل مخدات، سجادة، يعني هيك شغلات بسيطة سهلة التغيير، ما أنا مكلفة وقت بدنا نغيرها، بينما نحن اذا كانت عندنا غرفة مثلا طويلة ممكن نحط الحيط اللي بالصدر لون غامق نعطيه يعني خليه يصير مميز، ممكن اذا الغرفة عندنا كبيرة نعطي حيط الشاشة لون ثاني، بس اهم شيء نحن لما نعطي لون مختلف بقلب الغرفة الإضاءة اللي مسلطة عليه بدها تكون أقوى من اللي نحن بنحطها بالعادة، لأنه بنعرف نحن الألوان الغابقة بتمتص اللون فبدنا نزيد شدة الضوء عليها. نعم، يعني اليوم كل اللي وصل فهو وصل مثل ما بيقولوا بأعجوبة على شغله، لأنه الطرقات كلياتها مجلدة، يعطيهم عافية، عم بيحاولوا من مبارح بالليل اليوم يفتحوا الطرقات، ولكن في بيوت بعيدة، في طرقات صعبة، ففي ناس تأخرت، في ناس ما قدرت توصل. بدي أشكرك على التزامك بالموعد وإنك إجيتي من بكير، شكرا كثير لك. ورح نكمل حديثنا، كنا عم نحكي عن الإنارة والإضاءة، وخلينا نحكي شوي كمان، يعني هلا نحن بفصل الشتاء المطر بيبين مثل ما بيقولوا العيوب اللي بقلب البيوت، ببلش اذا في مشكله بالاكساء او في مشكله رطوبه او اي نوع من انواع هي المشاكل، الفراغات، شقوق، ببلش ببين فورا على المطر. شو ابرز المشاكل ممكن يعاني منها البيوت حاليا خلال هاي الفتره؟ صحيح مثل ما حكيتي، نحن دائما بفصل الشتاء ببلش تطلع المشاكل، يعني ممكن اذا كانت شقه طابق اخير نلاقي تسريب من السقف عندنا، بتلاقي او اذا ما كان في تسريب بتلاقي بلش السقف تبين عليه مشكله رطوبه، لانه ببساطه بيكون السطح مانو معزول مانو مبلط، بتصير كميه المي كلها عم تجمع تنزل عنا، اذا في مكان مثلا بلوعه ما انا مسكره او شيء هذا كلياته بينزل عنا، بصير السقف نحن هو عباره عن منطقه عم بتجمع فيها المي، واخر شيء بتطلع فيها الرطوبه والمشاكل كلياتها. ممكن يكون عندنا تسريب مي من الشبابيك، يعني اذا نحن الشبابيك عندنا مركبه ممكن يكون في فضا بين البروفيل الشباك مع الحيط، بيكون في فضا صغير هذا المفروض ينحط فيه سيليكون، اذا ما انه محطوط ممكن تنزل المي ترجع تنزل على الحيطان لعنا ويصير في عنا مشاكل مي، وبنفس الوقت ممكن تطلع عنا مشاكل رطوبه بقلب البيت بسبب كوريدورات الحمامات او شيء، يعني هي مناطق. طيب ابرز الحلول اللي بتقترحيها بهذا الموضوع، ونحن بنعرف انه انت دائما بتفكري بطريقين من الحلول، طريق اللي عنده امكانيات ماليه والبيت هو ملكه فبيقدر يعمل فيه شو ما بده، وطريق مختصر مثل ما بيقولوا مثلا اللي قاعد بيت ايجار او ما عنده امكانيات ماليه عليه، فخلينا نحكي عن الطريقين. هلا اول شغله، نحن اذا كنا عم نكسي البيت من الصفر نحن دائما بنراعي هي المشاكل بننتبه لها وبنتفاداها، يعني الحمامات ضروري تكون معزوله قبل ما نبلش نركب السيراميكا عليها مشان بعدين ما تطلع الرطوبه على حيط الكوريدور اللي نحن بتطلع عليه الحمامات، هي بالنسبه للبيوت اللي هي هلا عم نكسيها. هلا اذا نحن عندنا بيت اوريدي نحن ساكنين فيه وبلشت تطلع فيه مشاكل الرطوبه، نحن ما عندنا حل الصراحه جذري لحتى نحل هي المشكلة، يعني هي المشكلة لازم تنحل من الأساس التسريب وبعدين نحن نعزل ونكمل بقى طريقة الإكساء تبعنا، نحن مشان ما نفوت بهالهدر بنحاول نغطي على المنطقة، يعني ممكن نلبسها شيء، ممكن أحيانا أغلب البيوت عم يلبسوها حجر إنه بيقول الحجر ما ببين على الرطوبة، بس نحن بين الروبة بين الحجرة والثانية هي بتصير بتطلع مثل بودرة، فهي البودرة هي عبارة عن رطوبة، نحن هلا عم نغطي مشكلة بس هي ما نحل جذري أبدا، ممكن نلبسها ممكن نعمل فضا بينه وبين الحيط نلبسها لوح جبسون بورد، هذا الفضا نحن دائما الهواء هو عازل او بيمنع الرطوبه تمتد لبرا، ممكن نستخدم هذا الحل كمان، يعني نحن عم نحاول نوفر بس بدون ما يكون في تكسير او تخريب بقلب البيت، اذا كان البيت هو مسكون لفتره قصيره نفس الشيء، يعني نحن مضطرين نركب عشان نقدر نقعد فيه بس حتى نقدر نقعد فيه، بس نحن حاليا عم نغطي على المشكله ما عم نحلها من الاساس. طيب خلينا نحكي كمان، اليوم في اسئله كثير بتجينا انه في اشخاص مثلا لما بيحاولوا يعيدوا
تظبيط ديكور بيت او يعني اصعب شيء يمكن بيكون تعديل الفرش، لانه بتعرفي هلا تعديل الفرش مكلف جدا، وايضا شراء فرش بهذا الوقت كمان مكلف جدا، فصار في الفرش المتعدد الاستعمالات، انه انت ممكن تجيب قطعه سعرها مقبول هي توفي محل قطعتين او غرضين بالبيت. هذا خليني اقول الخط الجديد اللي صار حاليا داخل بالعالم كله بشكل عام، اللي هو اي شيء يكون ديكور متعدد الاستعمالات. نحكي عن ابرزه، هل موجود عندنا بعض هي الانواع؟ شو الشيء اللي موجود عندنا متعدد استعمالات؟ هلا نحن اكثر شغلات المستخدمه عندنا ومو عم نزيد، اذا ملاحظ حتى ببيوتنا القديمه بتلاقي الصوفه اللي بتنفتح اللي بتصير تخت، يعني هي كثير موجوده عندنا. هلا نحن اكثر شيء عم نستخدمه حاليا حتى باقساء البيوت الجديده هي الصوفه الحرف ال اللي بتجي مثل الزاويه او كورنر بنسميه. هي اول شغله يعني ما بتخلينا نشتري مثلا ثلاثيه وثنائيه حتى نحطهم، بنقدر نستفيد حتى بكميه الاشخاص اللي بتقعد، انه الزاويه بنقدر نستخدمها، بنفس الوقت هي ممكن نستخدمها كمنامه. في عنا الطاولات اللي بتنضب، في عنا طاولات نحن عم نصممها بتكون هي طاولة وسط، بعدين من تحتها بنقدر نطلع منها طاولات كمان زيادة. يعني كلها حلول نحن بنستفاد منها من مساحة القطعة نفسها وبنقدر نستغلها. يعني ممكن هي الطاولة مثلا طاولة السفرة بتكون الكراسي بتنضب تحتها بشكل انه نحن تاخذ مساحة اصغر، تاخذ مساحة اصغر، بنفس الوقت نحن عم نقدر نستغلها، لانه اغلب البيوت عندنا نحن ما لها المساحات الكبيرة، عم نحاول نستفيد منها باقصى قدر ممكن. اكيد، يعني اليوم معلومات عديدة حكينا فيها، من الانارة لحتى يمكن الرطوبة وايضا الفرش المتعدد الاستعمالات. رح نرجع نحكي بتفاصيل ثانية بحلقات ثانية. بدي اتشكر وجودك مهندسة الديكور نور عيسى وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لك.